معايا عبر الهاتف الآن الكابتن الكبير كابتن جهاد جريشة خبيرنا التحكيمي. يا كابتن جهاد مشرف ومنور كالعادة. كريم، مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدينا. مساء النور، مساء الفل عليك. النهارده مباراة الأهلي والإسماعيلي، الكابتن أحمد الغندور كان يدير المباراة رأس طاقم تحكيم. شفت المباراة تحكيمان إزاي النهارده بشكل عام؟ لا، بشكل عام النهارده ما حسيناش بطعم التحكيم. القرارات التحكيميه الكبيره في المباراه نجح احمد غندور ورفاقه في اتخاذ القرارات الصحيحه، القرارات الصحيحه في اغلب اللقطات اللي هي اللقطات المؤثره في المباراه. وبالتالي بنتكلم ان مجمل المباراه النهارده التحكيم نجح تماما في المباراه. عظيم جدا. نبدا بالحالات على طول. اول حاله معانا هي في الدقيقه 23، وكانت مطالبه النادي الاهلي بركله جزاء. الحاله امام حضرتك. هي الكره جت في الايد. لاعب الاهلي طلبه بركله جزاء، بس الايد هنشوف منظر الايد بتاع اللي جت اللاعب فيها. الايد اللاعب حط ايده ورا ظهره وملاصقه للجسم، ولما تبقى الكره الايد ملاصقه للجسم وتيجي الكره فيها استمر اللعب. لو خبطنا الايد، لو اللي جت في الايد اللي بره الجسم دي فمكبره الجسم، لا، الايد اللي جت فيها المكان اللي جت فيها هي اللي ملاصقه للجسم تماما، وبالتالي استمر اللعب قرار صحيح ومفيش فيها ركله جزاء ومراجعه صحيحه من حكم الفار وقرار صحيح من الحكم. عظيم. في الدقيقة 26 كان في كرة أخرى لنادي الفرج حصل على إنذار واعترض بعدها. تمام كريم، دايما المعيار بالنسبة لنا هو لعب الكرة. اللي لعب الكرة هو مصطفى شوبير. الدخول بأقصى درجات التهور بالمنظر ده من نادي الفرج يعاقب عليه بركلة حرة مباشرة وإنذار. أحمد احتسب ركلة حرة مباشرة لصالح الأهلي، والإنذار كان إنذار مستحق وقرر صحيح من حكم المباراة. بس ما تبقاش طرد أبدا. لا لا، المنظر ده اقصى درجات تهور، مش لعب عنيف، بالتالي الدخول ده يعتبر اقصى درجات تهور، وبالتالي انذار مستحق. طيب الكره اللي بعد كده كره لرامي ربيع حصل فيها على انذار. الكره دي هي كانت رجله حره مباشره باهمال من رامي ربيعه، لكن في هجمه واعده للاسماعيلي في المكان ده، وبالتالي الرجله الحره صحيحه والانذار مستحق على رامي ربيعه. هو اللي حصل مش بتهور، باهمال، خطا باهمال، لكن الانذار سببه ان في هجمه واعده للاسماعيلي، وبالتالي ومساحه للاعب اللي ده متقدم وهجمه واعده للاسماعيلي، وبالتالي الانذار لمنع هجوم واعد للاسماعيلي. عظيم جدا. اخر حاجه او اللقطه اللي جايه لقطه ضربه الجزاء بتاعت الاسماعيلي. هي اللقطة الأهم في المباراة، ركلة الجزاء. أحمد كان موجود في تمركز ممتاز، هنشوف مع بعض. الإهمال ده عشان جمهورنا يبقى معانا، الإهمال مش شرط أنا قاصد إن أنا رجلي تحتك برجل المهاجم. الإهمال بيحصل إن أنا ما خدتش بالي، وبالتالي في حصل تلامس بين رجل رامي ربيعة ورجل نادر فرج. مش شرط يقع في لحظتها ايميديتلي، مش شرط، ممكن ياخد خطوه والالتزام بتاعه يختل بعد كده بعد الاصطدام اللي حصل ده. وبالتالي بنتكلم على ركله الجزاء الصحيحه تم احتسابها. كانت في ناس بتتكلم ان ده يبقى انذار ثاني، يبقى انذار ثاني نوقف بس لما الكره تبقى في الهواء. كريم، نرجع بس ورا خطوه. الكره وهي في الهواء يا شباب. بالظبط. ركله الجزاء لما يتم احتسابها مع وجود فرصه محققه يبقى في انذار لرامي ربيعه. لكن هنا الفرصه المحققه في عنصرين من الفرصه المحققه قللوا لوجود فرصه محققه، اللي هي اول حاجه عدد المدافعين، في 2 مدافعين موجودين في اللقطه، وفي نفس الوقت الكره مش تحت سيطره نادر فرج، وبالتالي بنتكلم ان ما فيش فيها فرصه محققه مع الانذار. لازم لمعركه الجزاء الانذار لو وجود فرصه محققه، وبالتالي ننفي وجود فرصه محققه، يبقى مفيش انذار لرامي ربيعه، يبقى القرار الصحيح اللي خد احمد الغندور ركله جزاء صحيحه بدون انذار، وبالتالي رامي ربيعه ما استحقش انذار ثاني وطرد. بالظبط، هي ركله جزاء صحيحه بدون انذار، لان ما عندناش فرصه محققه موجوده لنادي الفرج في اللقطه ديت، وبالتالي قرار صحيح. طيب، في المباراه هكلمك على اللقطه، بس لو الموضوع في كمان لقطات معاك. ماشي. مطالبه امام عاشور بضرب الجزاء في اللقطه دي. بالظبط، هو موجود في مكان ممتاز احمد غندور، خد القرار باستمرار اللعب، لكن انا اختلف معاه. كان لازم في اللحظه دي لازم صفاره تطلع. الصفاره بسيميوليشن موجود من امام عاشور، لاعب النادي الاهلي في اللحظه دي امام عاشور. وبالتالي الصفاره كانت وجوبيه، ولكن هو الاهم بالنسبه لك كريم في اللحظه دي ان ما يحسبش ركله جزاء، والخطا لو حصل يبقى في خطا بره منطقه الجزاء. يعني انت بتقولي ان في اللحظه دي كمان امام كان المفروض ياخد انذار. انذار، السيموليشن واضح، مش شرط يبقى جوه منطقه الجزاء او خارج منطقه الجزاء، لازم يعاقب، لازم الصفاره تبقى موجوده، لكن في الاخر الاهم عندي في اللقطه ان ما فيش ركله جزاء موجوده في اللقطه دي للنادي الاهلي. عظيم جدا. طيب اللقطه اللي بعد كده، لا اللقطه انا عايز اتكلم معاك فيها شويه بصراحه، لقطه محمد نصر، لقطه الطرد.
بص كريم، اولا مفيش ركله حره مباشره للاهلي، يعني مفيش خطا على اللاعب الاسماعيلي، اللاعب الاسماعيلي لعب الكره تماما، بس ده مش مبرر ان اعترض الاعتراض ده. يعني هو في الاول احمد اخطا في الركله الحره مباشره لموديست، ماشي، اللاعب الاسماعيلي نجح تماما في لعب الكره مفيش خطا. الاعتراض اللي حصل بعد كده من اللاعب غير مقبول حتى لو الحكم خد قرار خطا. تمام. الانذار لما خد الانذار، عايز اجيب اللقطه الاولانيه لما خد الانذار قبل الطرد. الانذار لما خد الانذار زق الحكم في صدره دي، ومباشره كنت مستني من احمد الغندور كارت احمر الاولاني خالص، يعني الانذار الاولاني خالص. اي معانا ده خد يعني هو لما راح يعترض بالمنظر ده انذار، ماشي، مجرد حط ايده على صدرك بالمنظر ده اوتوماتيك الانذار ينزل، الاصفر ينزل وتطلع الاحمر مباشر. ما نستناش عليه، هو صبر عليه قوي احمد غندور، صبر عليه في اللقطه دي قوي، وبعد كده اعترض، استمر في الاعتراض، خد انذار ثاني وطرد. كنت اتمنى يديله الطرد في المباشر في اللقطه دي، عشان يبقى عبره لكل عيب بعد كده لما يحط ايده على الحكم ما يعملش بالمنظر ده، لان اي حط ايده حكم بالمنظر ده هي مقابله كارت احمر مباشر كمان، مش انذار مباشر. لكن الانذار ده هيستمر معاه، والكارت الاحمر هيستمر معاه عشان ياخد عقوبه من لجنه المسابقات بعد كده بالمنظر ده. هي كان هيبقى الكارت الاحمر ده يا كريم انذار لكل لعيبه الدوري المصري، حط لك على الحكم بالمنظر ده وبتساوي كارت احمر. لكن مجملا طبعا الانذار الثاني مستحق والطرد مستحق. مجملا الماتش في اخطاء تحكيميه، ده اكيد زي اي ماتش بيبقى فيه اخطاء تحكيميه، لكن ما فيش عندنا خطا تحكيمي مؤثر في المباراه، والناس نجحت النهارده في المباراه تماما. يعني كابتن الكبير كابتن جهاد جريشة خبيرنا التحكيم، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه التوضيحات المهمه فيما يخص مباراه الاهلي والاسماعيلي.